السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة بتاع سمك زينة، إزيكم؟ النهاردة نتكلم في الفيديو بتاعنا عن فلتر السقف، من أفضل أنواع الفلاتر اللي ممكن تستخدمها في أحواض أسماك الزينة. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، أتمنى منكم دعم القناة والاشتراك لنستمر وليصلك كل جديد عن أسماك الزينة. فلتر السقف زي ما قلنا من افضل الفلاتر اللي ممكن تستخدمها في احواض اسماك الزينه، وده لانه ممكن ان انت تحط فيه ميديا كتير تساعد على تكوين البكتيريا النافعه، واللي زي ما احنا عارفين بتخلصنا من الامونيا الضاره اللي ممكن تموت الاسماك بتاعتنا. ده علاوه على ان سعره بيبقى رخيص نسبيا او سعره متوسط، يقدر اغلب الهواة ان هم يقدروا يشتروه. فلتر السقف ليه نوعين، في نوع اللي هو الجاهز زي ما حضراتكم شايفين كده في الفيديو، ده بيتباع في اغلب محلات اسماك الزينه. هسيب لك لينك الفلاتر السقف بتتباع عند اسلام ياسين في الوصف اسفل الفيديو. وفي النوع الثاني اللي هو اللي حضرتك ممكن تعمله بنفسك، هو عباره عن حوض ازاز في غرف بتحط في كل غرفه الميديا بتاعتك اللي انت عايزها، وبتوصل طولمبه او راس بتاع باور هيد على الحوض ده بحيث ان هي تطلع الميه من الحوض تدخلها على فلتر السقف. الموضوع بسيط، لو انت في فيديوهات كتير، واحنا قريب جدا هنعمل فيديو عن فلتر السقف ازاي ان انت تصنعه بنفسك. على ما نعمل حاجه زي كده حضراتكم ممكن تتفرجوا على فيديوهات وتشوفوا فلتر السقف بيتعمل ازاي. الموضوع سهل وبسيط، لو انت مش حابب ان انت تعمل حاجه زي كده بنفسك ممكن تستعيض عن ان انت تشتري فلتر السقف الجاهز، تكلفته مش عاليه زي ما قلنا، وتقدر تتعامل معاه بمنتهى السهوله. الفيديو بتاعنا انتهى، حبيت بس اوصل لكم معلومه بسيطه كده، يا رب اكون قدرت افيدكم بيها. لو ليك اي سؤال سيب لي تعليق اسفل الفيديو وهرد عليك في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.